حول الأوضاع في ليبيا، ويأتي هذا الاجتماع الاجتماع الثاني بعد الاجتماع التشاوري الذي تم عقده في روما، ويأتي على سبيل الحرص من قبل الثلاثة الدول على مستقبل ليبيا، على الأوضاع في ليبيا، في العمل المشترك الذي تطلع به الدول الثلاث لدعم الاستقرار ودعم وحدة الأراضي الليبية والعمل على تحقيق إرادة الشعب الليبي. بدون شك هناك تحديات عديدة تواجه الدول الثلاثة باعتبار مصر والجزائر دول جوار مباشر، وإيطاليا دولة جوار يفصلها حيز بسيط من البحر المتوسط، ولكن العلاقة التاريخية التي تربط بين ليبيا وجنوب بين إيطاليا وجنوب المتوسط معروفة للجميع، ومن هنا جاء هذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي مع الأوضاع في ليبيا. الدول الثلاثة حريصة على أن تدعم ودعمت في السابق، وكان لها إسهامها المباشر في تحقيق تقدم متعاقب للمبعوث الأممي في جهوده للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى العمل المشترك من قبل الأطراف السياسية الليبية التي نبذت العنف والإرهاب وتنازلت عن الخيار العسكري لكي تلبي احتياجات الشعب الليبي في إقامة حكومة وحدة وطنية تستطيع أن تقاوم ظواهر والتحديات المرتبطة بتواجد العناصر الإرهابية في الساحة الليبية، مشكلة الهجرة غير الشرعية، وأيضا تلبية الاحتياجات الخدمية للشعب الليبي. فالحكومة الشرعية الليبية عليها مسؤولية، والجيش الليبي عليه مسؤولية اتصالا بالدعم الذي حظى به مجلس النواب الليبي بعد الانتخابات التي عقدت في شهر يونيو الماضي، والحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب المنتخب، ولجافة الأطراف الليبية التي تنبذ الإرهاب والعنف، أن تعمل بصدق وإخلاص لتلبية احتياجات الشعب الليبي الشقيق للاستقرار، لوحدة أراضيه، للاستفادة من موارده، للعيش في سلام بعيدا عن المخاطر التي يشكلها الإرهاب وحالة تردي الأوضاع الأمنية بصفة عامة. نحن في مرحلة هامة في ظل ما هو متوقع من صدور الإطار الأممي للتعامل مع الأزمة الليبية. نحن على أعتاب اجتماع يعقد هام يعقد اليوم من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، سوف تتناول قضية ليبيا. هناك اجتماع لدول الخمسة زائد خمسة بمشاركة دول جوار ليبيا في برلين. انتهى منذ قليل اجتماع دول الجوار ليبيا، وهي الدول التي تشترك بصلة جوار مباشرة مع ليبيا، وكل هذه الجهود نتوقع أن تصب في نفس الخانة، المصلحة الشعب الليبي في الخروج من هذه الأزمة للتصدي للتحديات الخاصة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية القائمة حاليا. مرة أخرى نحن نزكي شرعية الحكومة الليبية ودورها الإيجابي في التوصل إلى حلول مرضية لهذه الأزمة، نزكي الجهود التي تتم من قبل كافة الفرقاء الذين نبذوا العنف والإرهاب، نثمن كثيرا الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا للقبائل الليبية، والذي أتاح للمجتمع الليبي أن ينخرط في حوار وتواصل مباشر، من شأنه أن يسهم أيضا، لأنه الشعب الليبي هو المعني بهذه القضية، هو الذي يتأثر مباشرة، وندعو كافة الأطياف السياسية بأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية في التجاوب والعمل الإيجابي مع طرح المبعوث الأممي لتلبية احتياجات الشعب الليبي والعمل على تحقيق الاستقرار. فمرة ثانية أؤكد بأن الحوار الذي تم فيما بيننا اليوم
وقد تشرف كل من الوزيرين بلقاء السيد الرئيس، وأظهرت المشاورات فيما بيننا إرادة قوية وواحدة لتفهم عميق للأزمة الليبية، لأسلوب التعامل معها، للمصلحة التي تعود على دولنا، ولكن أيضا الاهتمام بالشأن الشعب الليبي الشقيق، والاتفاق على أن نتواصل في كافة الأطر التي تحدثت عنها خلال الأيام القادمة، لأن ظاهرة الإرهاب والتحديات التي تواجه الشعب الليبي لن تزول باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج لا نستطيع أن ندفع إليها، وبالتالي لا يمكن أن نضيع مزيد من الوقت لتتاح الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبي، يعملون لنشر الإرهاب والفتنة والاقتتال. فعلى المجتمع الدولي أن يلبي النداء الذي صدر من خلال قرارات مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية في مقاومة الإرهاب والتصدي له، وأيضا نتابع عن كثب الجهود والمشاورات التي تجرى على مستوى مجلس الأمن حاليا للتعامل مع التحديات الأخرى، ومن ضمنها تحدي الهجرة غير الشرعية في إطار متكامل، لأن الأمور في ليبيا لا يمكن أن يتم فصلها بعضها عن بعض، وإنما من الضروري أن يتم تعامل شامل، تعامل لكافة هذه التحديات، حتى لا يكون التعامل مع جزئية على حساب الكل والمصلحة الشاملة. فبرحب بالوزيرين مرة أخرى، وأنا سعيد لوجودهم معنا، ونتطلع إلى متشاور فيما بيننا خلال هذه الفترة القادمة الحرجة والحساسة، لنظل نقوم بالدور الإيجابي الذي نسعى أن نطلع به لتحقيق مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على وحدة أراضيه واستقلاله والرخاء له. فأدعو معالي وزير خارجية إيطاليا للحديث، ثم معالي وزير خارجية الجزائر، وليتفضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لوزير الخارجية سامح شكري لقيامه بإعطاء فكرة عامة قمنا مناقشته اليوم وما تم الاتفاق عليه، وأيضا من خلال المناقشات التي تمت مع وزير الخارجية الجزائري أيضا. فإن هذا اللقاء الثلاثي الذي تم اليوم يجيء في لحظة مهمة للغاية، وله أيضا معنى كبير. نحن في لحظة حاسمة وأيضا مرحلة حاسمة من خلال التفاوض بين الأطراف الليبية المختلفة، وأن الوقت محدود للغاية، وأيضا لا أقول أنه وقت مختصر، ولكنه وقت محدود للغاية، وذلك لدفع نحو حل واتفاق نهائي بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والذي يسمح أيضا بمواجهة بكل طاقة وفاعلية ما يحدث حاليا على الواقع الليبي، وأيضا السيطرة على الوضع على الأرض، وأيضا السيطرة على الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. نحن أيضا في أيام مهمة للغاية، وذلك من حيث أن مصر والجزائر وإيطاليا يبعثون برسالة مهمة للغاية، وهي رسالة دعم
من أجل خلق حكومة موحدة داخل ليبيا ويمثل فيها جميع الفصائل الليبية. ومن ثم فإن هذا اللقاء يدعم أيضا الجهد الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة برناردينو، وأيضا إنها رسالة والتي نحاول أن نبعث بها إلى المجتمع الدولي أيضا من خلال هذا اللقاء، هو الوصول أيضا إلى محاولة عقد لقاء الذي أيضا يضم عديد من البلدان الأوروبية والمجتمع الدولي ودول الجوار في برلين غدا. وهذا هذه الرسالة يجب أن تصل أيضا إلى المواطنين في ليبيا، وهم الأوائل الذين يجب أن يستقبلوا هذه الرسالة. ونحن لا نتفق على أن هناك حل وحيد فقط وهو الحل العسكري. إن ما نقوم به اليوم لابد أن يسمح أيضا للمجتمع الدولي بأن يقوم بتقديم كل الدعم، وألا أيضا للشعب الليبي ولا يحبذ هذا الحل العسكري لإقرار الأمن والسلام داخل ليبيا. فإن إيطاليا مستعدة من جديد لأن تلبي مطالب الشعب الليبي وأيضا فإن إيطاليا تسعى إلى إقامة حكومة موحدة، ومطلب الشعب الليبي في إقامة موحدة تضم كل الفصائل الليبية. ولكن أيضا هناك أمر مهم للغاية، لابد أن يكون من نتحدث معهم في ليبيا، الأطراف في ليبيا لابد أن يكون لديهم أيضا الرغبة في تحقيق ذلك، ولابد أن يكون هناك اختيار حاسم وضخم، لأن الحل السياسي لابد أن يكون مدعوما من جميع الأطراف. نحن نبعث بنداء إلى كل الأطراف الليبية لمواجهة الصعاب والوصول إلى حل يرضي الجميع. لابد أن يكون هناك حل عاجل. لابد من وضع كل الأطراف على طاولة واحدة، وفي سرعة للوصول إلى حلول في الأيام القادمة، لأن الوقت حاسم للغاية. وبالتالي فنحن نساهم بكل جهودنا للوصول إلى حل عادل من أجل الشعب الليبي، وذلك من خلال الجهود التي تقوم بها مصر والجزائر وإيطاليا في هذا الصدد، وذلك الوصول إلى ليبيا مستقرة وتعيش في سلام، وأيضا تحقق السلام لكل من يجاورها. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. أود في البداية أن أضم صوتي إلى السيد باولو جنتيلي لنشكر أخينا وزميلنا الدكتور سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة على هذه المبادرة، وعلى كذلك يعني حسن ضيافة. نجتمع اليوم كما أشار إليه السيد سامح شكري وباولو جنتيلي في القاهرة في فترة هامة وجوهرية بالنسبة لمستقبل دولة جارة وعزيزة علينا وهي ليبيا. اجتماعنا اليوم كما أشار إليه المتكلمين الذين أسبقوني
نحن نبذل جهود كدول الجوار لكي الجهود المبذولة من الأمم المتحدة تتوج بحل سياسي وحل سلمي للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق. تطابقت وجهات النظر ما بين بلداننا في ثلاث محاور. الأول يتعلق بالحل السياسي وتكوين حكومة وطنية تعالج الأوضاع في ليبيا. الأمر الثاني يتعلق بالقضايا الأمنية وبالخصوص محاربة الإرهاب، والشأن الثالث يتعلق بمعالجة قضية الهجرة الغير الشرعية. في هذه الثلاث التوجهات أظن يعني ما بين الجزائر إيطاليا ومصر تطابق وجهة النظر. إذا اجتماعنا اليوم هو رسالة، أولا رسالة أمل موجهة إلى أخواننا في ليبيا لنحن نعمل جاهدين لمرافقة الأطراف الليبية إلى الوصول إلى هذا الاتفاق وهذا الحل. الرسالة الثانية موجهة للمجتمع الدولي، وكما أشار إليه أخي دكتور سامح شكري، في اجتماع في الأيام المقبلة في برلين لبعض الدول التي تهتم بالشأن الليبي. فرسالتنا قوية، أن نطلب من هذه الدول أن تضغط على الأطراف حتى نصل إلى الحل المطلوب. أنا كذلك، الجزائر كدولة جارة تعتبر الوضع في ليبيا قضية أمنية جوهرية. لما نتحدث ونتكلم نحن في الجزائر على حكومة وفاق وطني، هذا يعني على مؤسسات دولة تسيطر حقيقة على الوضع أو على الأوضاع في كل ثرب ليبيا. إذن هذا الاجتماع كما قلت بالنسبة لنا اجتماع جد هام، والرسالة رسالة موجهة إلى إخواننا في ليبيا وبالخصوص كل من يشارك أو يساهم في المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وإحنا خرجنا بالأيام الماضية فقط من الجزائر بنتائج جد هامة واتفاق تام بين الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين على الإسراع في حل سياسي وتشكيل حكومة وطنية. هذا كانت رسالة الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين في اجتماعهم يوم الثالث والرابع من جوان في الجزائر العاصمة تحت رعاية الأمم المتحدة. لاحظنا نفس الشعور أمس في نجامينا بالنسبة لدول الجوار، وكذلك كانت رسالة قوية من جيران ليبيا
للحل العاجل والعادل للوضع في ليبيا. إذن مرة أخرى نبقى ملتزمين كجيران ليبيا لمرافقة إخواننا في وجود حل للأزمة التي تعيشها ليبيا. شكرا جزيلا. السؤال الأول أستاذ محمد الرماح جريدة التحرير. سيد الوزير، رغم الاجتماعات الدولية المتوالية لأن تحركات داعش على الأراضي الليبية يعني بدأت تتصارع في المرحلة الأخيرة، رغم الاجتماعات الدولية وجدنا أن داعش قد تواطن وبدأ تسرع من خطوات انتشارها على الأراضي الليبية. هل ترى أن التحركات الدولية لا تواكب هذا السرطان القتالي؟ هذا بالتأكيد ما حذرنا منه منذ حين، وكان واضحا عندما تم الاعتداء وقتل المواطنين المصريين، ولهذا عملنا على تدعيم قدرات الجيش الليبي والحكومة الليبية للتصدي للإرهاب، وتم اعتماد قرار من مجلس الأمن. هناك بعض الأطراف التي ركزت على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى تصبح قادرة على التصدي لظاهرة الإرهاب. كان دائما وجهة النظر المصرية تقود إلى أهمية أن تتضافر جهود المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة والجيش الليبي الشرعي للتصدي لهذه الظاهرة وهذا الانتشار من خلال توفير الإمكانيات للجيش الليبي للاطلاع بهذه المسؤولية، لأننا لا نستطيع أن ننتظر لإطار سياسي نحن جميعا ندعمه ونزكيه ونسعى لتحقيقه اليوم. فكما تفضل السادة الوزراء بأننا لا نرى في الوضع القائم في ليبيا مجال للحل العسكري، وإنما لابد أن يتم التوافق بين الفرقاء الليبيين الشرفاء الذين ينبذون العنف والإرهاب من خلال حوار يقوده المبعوث الأمم. لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نؤجل التصدي الحازم من قبل المجتمع الدولي للإرهاب، وهذا التصدي كان لابد أن يكون شامل من حيث مواجهة العناصر الإرهابية على الأرض، ولكن أيضا تكفيف مصادر تمويل هذه العناصر، تكفيف مصادر تسليح هذه العناصر من خلال عمل دولي لمنع الأسلحة الكثيف التي تأتي عبر البحر وتأتي عبر بعض القنوات الخطوط الملاحية والأرضية، وكل ذلك أو عدم التفاعل بالإيجابية اللازمة مع ذلك ربما أسهم في الوضع الذي نراه الآن من اتساع الرقعة سيطرة العناصر الإرهابية والذي كان مؤخرا في سرت. نحن بالرغم من ذلك نعول كثيرا على كما تحدثت أن يشعر الفرقاء السياسيين الشرفاء الليبيين بالحاجة لتلبية إرادة الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار ومنع نفاذ هذه العناصر إلى الساحة الليبية وتأثير ذلك على حياة الليبيين وعلى مستقبلهم وعلى توجههم السياسي. ونرى أنه لابد أن نعمل بشكل متوازي في الإطار السياسي الذي بالتأكيد سوف يستغرق بعض الوقت لبلورة كافة الأطر اللازمة وكافة الاتفاقيات التي تؤدي إلى تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية. فده لا يمنع أن نعمل في نفس الوقت من خلال دعم الحكومة الليبية الشرعية والجيش الليبي في إطار مقاومته للإرهاب وتوفير وفقا لقرار مجلس الأمن السلاح من خلال إجراءات سريعة في لجنة العقوبات عن ليبيا، وهو ما لم نلمسه بعد، بأن طلب الجيش الليبي للحصول على الأسلحة اللازمة لمقاومة الإرهاب
لم تتفاعل معه لجنة العقوبات بشكل الذي يقضي به قرار مجلس الأمن بأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. ولكن نأمل أن يكون هناك إدراك أوسع لمخاطر هذا الانتشار وتعامل إيجابي معه اتصالا بالمسار السياسي وبالتوازي معه، لأنه كما بدأنا فالوقت حاسم ولا يجب أن نضيع مزيد من الوقت. أنا في نفس السؤال، يعني سؤالك في محله. نعم، كلنا نعرف ما هي مخاطر التي شكلها الإرهاب، وكل الجهود الآن مبذولة سواء كانت من الأمم المتحدة أو من دول الجوار لتشكيل في أقرب وقت في أسرع وقت حكومة وطنية. أنت تعرف ونحن نعرف كلنا أن نمو الإرهاب يأتي من عدم مؤسسات وطنية أو من ضعف مؤسسات وطنية. الإرهاب ينمو في هذه الحالات، وانت تعرف ما يجري في جوارنا سواء كانت في مالي أو في نيجيريا أو في الصومال أو حتى في العراق أو في سوريا. فلابد إذا أردنا حقيقة أن نكافح ضد هذه الظاهرة فلابد من الإجماع الوطني لمحاربة هذه الظاهرة سواء كانت الإرهاب أو الجريمة المنظمة. لما نتكلم على ليبيا نتكلم على الإرهاب، ولكن في كذلك الجريمة المنظمة. أنتم تعرفون في جماعات تتغدى من الجريمة المنظمة. آخر تقرير الأمم المتحدة يتكلم مثلا في الساحل على ما يعني تجارة المخدرات يجيب أكثر من 800 مليون دولار لبعض الجماعات الإرهابية والجماعات كذلك تنتمي إلى الجريمة المنظمة. إذن فلا بد في أقرب الوقت أن تكون لليبيا حكومة وطنية، وهذا ما اتفقنا عليه، وهذا ما في مقترحات الأمم المتحدة. وهذه الحكومة فلابد أن تلقى المساعدات اللازمة لمواجهة هذه التحديات من المجتمع الدولي ومن الدول الصديقة بما فيها دول الجوار. حمدي، قناة الشروق الجزائرية. التوصل
الى تشكيل حكومه وطنيه، او بمعنى اصح التوصل الى حل سياسي يرضي شتى الاطراف المتصارعه في ليبيا، خاصه ان ليبيا تشهد تدهور امني كبير، وبالتالي او من المعروف انه بشكل تهديدا او خطرا على الدول، خاصه مصر والجزائر. في الحقيقه لا ارى انه من المناسب ان نطرح قضية افتراضية، ولكن علينا أن نتحلى في هذه المرحلة وإزاء كل هذا الزخم من اجتماعات متتالية، سواء بدءا من اجتماع الجوار في نجمينا، اجتماع اليوم، اجتماع الدول السبعة الاقتصاديات الرئيسية، واجتماع برلين، أن نتحلى بالعزيمة وبالأمل وبالواقعية في إطار الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، وفي إطار سعينا المشترك للتوصل إلى حل سياسي يتيح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ولكن هذا لا يمنع بأنه هناك تفكير أيضا في إطار من الواقعية فيما لا سمح الله إذا ما لم تسفر هذه الجهود وهذا الجهد الدولي المشترك عن حل، لأن كما اتفقنا بأن المخاطر سوف تستمر وسوف تتفاقم، سوف تؤدي إلى مخاطر مباشرة تطول كل من مصر والجزائر والشركاء المتوسطيين، ومن ضمنهم طبعا إيطاليا. مصر والجزائر لديهم القدرة في إطار التنسيق الوثيق فيما بينهم والتكامل على توفير الأمن لأراضيها والحفاظ على مصالحها الأمنية من خلال التعاون، من خلال توثيق الاتصالات على المستوى الأمني، وأيضا مع الشركاء المتوسطيين مثل إيطاليا وغيرها من الدول. وسوف نتناول أي احتمالات بنفس قدر العزم والإصرار على أن يحظى الشعب الليبي ويحقق إرادته في الوحدة وسلامة أراضيه والقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد مستقبله. شكرا. السؤال الثالث والأخير، جان لوكا وكالة الأنباء الإيطالية أجي. Certamente l'immigrazione in provenienza dalla Libia è un problema che tocca l'Italia in modo particolare. L'anno scorso i due terzi dell'immigrazione irregolare verso l'Europa ha attraversato il Mediterraneo dalla Libia all'Italia. E il 90% dell'immigrazione irregolare arrivata in Italia aveva come provenienza la Libia. Naturalmente non dobbiamo essere miopi e immaginare che tutto questo dipenda soltanto dalla situazione libica. I migranti vengono da diverse aree di crisi, di povertà e di guerra, dalla Siria, dal Corno d'Africa, da altri paesi attraversati da crisi. Tuttavia non c'è dubbio che la stabilizzazione della Libia consentirebbe di fare degli accordi sull'intero territorio libico e non certo di eliminare il problema dell'immigrazione, che è un problema con cui l'Europa deve fare i conti nei prossimi anni,
ma di regolarlo. Quindi dobbiamo lavorare insieme sulle origini dell'immigrazione, lo stiamo facendo. Alcune settimane fa a Sharm el Sheikh c'è stata la prima riunione di questa iniziativa di Khartoum, che si rivolge proprio ad alcuni paesi in cui si origina l'immigrazione. Dobbiamo lavorare nei paesi di transito, dobbiamo lavorare nelle operazioni di soccorso in mare, e il fatto di farlo assieme ad altri paesi europei io lo considero un fatto positivo, perché riduce il rischio che si ripetano tragedie come quelle. بكل تأكيد فإن إيطاليا وأوروبا لابد أن تقوم بالمزيد من الجهود في لمكافحة مثل هذه الظاهرة، ولابد اعتبار أن هذه الظاهرة لا تتعلق بإيطاليا وحدها أو أوروبا، ولكن أيضا مخاطرها تنعكس على الجميع، ولابد أيضا أن يكون وأيضا سيكون هناك أيضا عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات في أوروبا وما بين الدول الكبرى لهذه القضية، قضية الهجرة غير الشرعية. إن تدفقات الهجرة تنشأ أو تجيء في الأساس من دول تعاني الفقر وعدم الاستقرار، وبالتالي لابد من معالجة الأسباب الرئيسة. إن استقرار ليبيا سيؤدي بطبيعة الحال إلى دعم هذه القضية، وبالتالي فإن الوصول إلى حكومة سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، لأننا لابد أن نحارب الفقر المتفشي هناك، وهذه القضية لن تحل في يوم أو في أسبوع. وأيضا نتعاون مع القاهرة والجزائر، وأن كل من الجزائر ومصر يقدمان أيضا الدعم من أجل ليبيا مستقرة، وهذا الحل لا غنى عنه من أجل مكافحة الإرهاب. أيضا لابد أن نحارب معا، لابد أن نحاربه الآن ونحاربه أيضا غدا، وأيضا لابد أن نحاربه مع أيضا سواء في بلاد بحكومات مستقرة أو مع في دول تشهد بعض الصراعات. في تلك الدول التي ليس لها لديها حكومات مستقرة لابد أن نساعدها في مزيد من الدعم. إن إيطاليا والجزائر ومصر أيضا يعملون أو يتفقون معا على أن الحكومة الموحدة الوطنية الموحدة في ليبيا ستساعدنا كثيرا في محاربة الهجرة غير الشرعية.